بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي الأعزاء، طلاب التعليم المفتوح، الفرقة الأولى، المستوى الأول، مادة أصول المحاسبة ونظم المعلومات المحاسبية، نحاضركم فيها محمد عبد الحافظ. الملف رقم 2، صباح مشرق بغض أفضل إن شاء الله. نظام تسجيل الإيرادات، نضمن هذا الملف تسجيل الإيرادات وهو عكس تسجيل المصروفات في المعالجة المحاسبية، لأن المصروفات مدينة والإيرادات دائمة، وعلى هذا تعتبر الإيرادات أو تنشأ الإيرادات دائما أبدا دائمة حتى نهاية السنة، تقفل في حساب قيمة الدخل حتى يقابل الإيراد المصروف والتعرف على نتيجة النشاط من ربح أو خسارة. وعلى هذا عند المعالجة المحاسبية قبل الاستحقاق في الجانب الدائم دائما إلى إيراد المبيعات. إذا كان هناك بيع بضاعة أو الإيرادات أي نوع آخر من الإيرادات خلاف بيع البضاعة، مثل إيراد أوراق مالية، إيراد من إيجار، أي إيرادات حسب نوعها. من لو كان تحصيل مخزن أو بشيك للأمن النقدي أو البنك، لو كان تحصيل على الحساب أو في الأجل يبقى من العملاء لحد بيع البضاعة أو المدينين، كان تحصيل بكمبيالة يبقى من حساب أو غير الأرض. وعلى هذا عند حدود معاد تحصيل للعملاء والأوراق الأصل، العملاء وأوراق الأصل مدينة، تقبل تبقى دايما إلى العملاء أو المدينين أو إلى أوراق الأصل، ومن النقدية أو البنك التحصيل نقدا أو بشيك. ولتوضيح المعالجة المحاسبية لتسجيل الإيرادات يتم اتخاذ الحالات مثال على الإيرادات. تمت العمليات التالية في شركة الحافظ خلال شهر يونيو 2015. في 1/4 بلغت مبيعات البضاعة لمؤسسة المبيع 50,000 جنيه، دفع منها 20,000 جنيه، وقد حصلت مؤسسة النجاح على خصم تجاري 10%. الخصم التجاري خصم كمية لا يرتبط بشرط سداد. 50,000 × 10% 5,000 من 50,000. إذا إيراد المبيعات 45,000 وليس 50,000. حصل من 45,000 20,000 الآن، إذا المتبقي على العميل 25,000 إلى إيراد المبيعات ب 45,000 للمذكورين. العميل عليه 25,000 حساب العملاء شركة النجاح، دفع نقدا بال 45,000 20,000 حساب النادي. إذا المبلغ الصافي بعد الخصم التجاري 45,000 تم تعليقه لإيراد المبيعات، فإلى إيراد المبيعات 20,000 زاد بهم حساب النقدية والنقدية، 25,000 ما زالت مستحقة لعملاء شركة النجاح يبقى من حساب شركة النجاح. الحالة الثانية، في 5/4 دفعت مؤسسة النجاح المطلوب منها بشيك مرسلة للبنك للتحصيل، وفي 8/4 ورد إشعار من البنك بتحصيله وقيد على الحساب الجاري للشركة. في هذه الحالة هناك فترتين زمنيتين، الفترة الزمنية الأولى 5/4 وفيها دفعت مؤسسة النجاح المطلوب منها، مؤسسة النجاح في الحالة الأولى عليها مستحق 25,000، فمن الشيكات تحت التحصيل إلى العملاء. والفترة الزمنية التالية ورد إشعار من البنك في التحصيل هذا الشيك، الشيكات كان الشيك ده ب 5/4 ففي حساب شيكات تحت التحصيل، لأنه أرسل البنك للتحصيل ولم يأتي إخطار من البنك في التحصيل، جه إخطار في 8/4 فلا بد من إعداد طيب في 8/4 يسوي دي الشيك تحت التحصيل.
كان من شيكات تحت التحصيل يبقى إلى شيكات تحت التحصيل ومن حساب البنك. تم تحصيل إيراد أوراق مالية قيمتها 15,000 جنيه، وتم بيع مخلفات تشغيل قيمتها 40,000 جنيه مقابل كمبيالة تصبحت بعد شهر من تاريخه. في هذه الحالة هناك نوعين من الإيرادات: تحصيل أوراق مالية نقدا 15,000 جنيه، بيع مخلفات 40,000 بكمبيالة بمعنى ورقة قبض إلى مصقولين. حساب إيراد أوراق مالية 15,000، إيراد بيع مخلفات 40,000 من مصقولين. إيراد أوراق مالية تم تحصيلها نقد، يبقى حساب النقدية فيه 15,000، وبيع مخلفات مقابل كمبيالة ب 40,000، يبقى ال 40,000 ورقة قبض. أربعة، في 18/4 تم بيع بضاعة لمؤسسة التفوق بمبلغ 40,000 جنيه بخصم تجاري 5% وخصم نقدي 10% إذا تم السداد خلال أسبوع. وفي 23/4 دفعت مؤسسة التفوق المطلوب منها نقد. في هذه الحالة الرابعة، هناك قيد في 18/4 ببيع البضاعة مع الحصول على خصم تجاري، خصم كمية لا يسقط الدفعات، وبالتالي ال 40,000 يخصم منها 2000 جنيه اللي هو وهي تمثل الخصم التجاري 5%. ب 2000 جنيه ناقص ال 40,000 بيبقى المستحق 38,000 في 18/4 من العملاء إلى إيراد المبيعات. في 23/4/2015 تم تحصيل العملاء، وبالتالي الحصول على الخصم الثاني وهو الخصم النقدي 10% ب 38,000، إذا الخصم المسموح ب 3,800، يبقى القيد يصبح القيد كمان العملاء بديلة ب 38,000 إلى العملاء. عندما تم التحصيل من العملاء حصل العميل على خصم 3,800، ف 3,800 من الخصم المسموح به وحصل الباقي نقدا، والباقي من 38,000 من 3,800 34,000. في الختام الملف الرابع أرفض التفرقة بين المعالجة المحاسبية للمصروفات والمعالجة المحاسبية للإيرادات، وشكراً.